اهلا بيكم في الفيديو الثاني في الموتيفيشن. احنا في المحاضره بتاعت الكلاس روم مانجمنت، وابتدينا بان انت محتاج تعمل موتيفيشن، ومن هنا دخلنا في الموتيفيشن لوز اللي حطها لنا ريتشارد داني. اتكلمنا عن اول تو لوز في الفيديو اللي فات. هنبتدي دلوقتي بالقانون الثالث اللي هو motivation never lasts. الحقيقة ان الموتيفيشن لا يستمر الى ما لا نهاية، دي واقع من الحقائق اللي احنا بنعيشها دايما. مهما كان الهدف جميل، ومهما كان الهدف نبيل، ومهما كانت المخرجات جميلة وبنحبها الا ان دايما الحماس بيفتر، دايما بننسى، دايما بننشغل في الدنيا عن الحاجات المهمة، نشغل في الحاجات الأقل أهمية بالحاجات الأقل أهمية عن الحاجات الأهم. وده طبيعي، ده لا عيب فيك ولا عيب في الطلبة ولا عيب في المتدربين ولا عيب في البشرية، دي طبيعة الحياة. ومن هنا بقى من الواجب عليك كترينر أو كمدرس أو كأستاذ في الجامعة إن أنت بتدرس دايما تحقن الطلبة بتوعك بالموتيفيشن. الموتيفيشن زي ما قلنا عشان تحقنه فيهم بشكل مستمر لازم انت تبقى موتيفيتد. حماسك لوحده لما يستمر ده بيحمسهم كل شوية ويجدد الحماس جواهم، زائد ان انت كل شوية تفكرهم بالاهداف، تفكرهم بالفوائد، تفكرهم باللي هم جايين هنا علشانه، تفكرهم بالاهداف الكبيرة اللي عشانها بنتعلم اللي احنا بنتعلمه. ما تنساش كده، زي ما بتنساش هنا زي ما بيقول لنا زيج زيجلر، انك ما تنساش انك تستحمى. الواحد مستحمى بتطلع من الدش نضيف وزي الفل وكل حاجه، بس لازم بعد شويه تستحمى تاني، لازم تجدد النظافه اول باول. القانون الرابع او القاعده الرابعه او النصيحه الرابعه اللي قالها لنا ريتشارد داني هي انك محتاج دايما تعمل ريكوجنيشن. ريكوجنيشن مفهوم كبير او كلمه كبيره بتجمع جواها المفهوم بتاع تسلم ايدك، برافو عليك، شاطر، يا سلام انت دلوقتي بقيت احسن فعلا من اللي فات. حاول دايما تاخد الكليبس دي وتستخدمها. ان عمر ما حد في الدنيا هيزعل لما تقول له متشكر، عمر ما حد في الدنيا هيزعل لما تقول برافو عليك، خلاص. اغلب الناس هتنبسط لما تقول له والله شوف انت عملت ايه المره اللي فاتت، المره دي انت عملت ايه، انت كده اتحسنت في الحته دي. اوكي، الريكوجنيشن دايما بيبعث على الحماس، بيبعث على الموتيفيشن. انا لما احس ان انا اتحسنت، لما احس ان انا بقيت احسن مما كنت عليه، هلاقي نفسي عايز اعمل اكتر. ليه؟ لان في حد ذاته ده بيخلق حماس. يبقى انت تنبهني ليه، تقوم تقول لي برافو عليك، شد حيلك، انا شايف تقدم، انا شايف انجاز، شوف المره اللي فاتت خدت 4/10، المره دي خدت 6/10، المره الجايه تاخد 8/10، برافو عليك. حتى لو كان البرفورمانس وحش في الاصل، على المستوى العام وحش، دور على النقط اللي فيها تطور وتحسن، وهي دي اللي العب عليها. في ناس للاسف بيقول لك انت لسه اي كلام، اي ولا انت عارف حاجه ولا ايه اللي متوقعه لما واحد تقول له انت خايف ومش عارف حاجه وفاشل، متوقع منه يطلع بايه؟ متوقع منه يتعلم منك ازاي بعد كده؟ متوقع منه يقدر مرتبط بيك ازاي؟ مش ممكن. فانت على الجانب الاخر بقى ما تجيش تستخدم الريكوجنيشن وتقول برافو عليك على حاجه مش حقيقيه. فلا كده ولا كده، انت بتدور ودايما هتلاقي حاجه اتحسن فيها. الحاجه اللي المتدرب او الطالب بتاعك اتحسن فيها قول له برافو عليك فيها، قول له ابتسم ايديك، قول له انا مبسوط ان انا شايف فيه تحسن، انا حاسس ان احنا كده استفدنا من المحاضره اللي فاتت لان انا شايفك عملت الشغل ده بشكل احسن، و و و دايما ما تنساش ده. افتكر عمر ما حد بيزعل لما تقول له برافو، عمر ما حد بيزعل لما تقول له تسلم ايديك، عمر ما حد بيزعل لما تقول له شكرا. يبقى
ما تستخسرش ده، لان ده كله بيبسط الناس، بيبسط اللي بيتعلموا منك، بيبسط المتدربين اللي معاك، وبالتالي هيخليهم متحمسين اكتر وعندهم موتيفيشن اكبر ان هم يسمعوا لك وينتبهوا لكلامك. ده يجيبنا لل اللو الخامس او النصيحه الخامسه بتاعت ريتشارد داني اللي هي تو موتيفيت ريكوجنايز نيدز. وبرده هنا انا هقف علشان الحقيقه كمان الجزء ده تحديدا القانون الخامس والاخير من بتوع ريتشارد داني ده محتاج فيديو لوحده، هياخد وقت لوحده، فعلشان ما نطولش عليكم يبقى احنا في الفيديو ده ركزنا على ان الموتيفيشن دايما بينزل دايما بيروح ويختفي ويقل، يبقى انا محتاج دايما ان انا اجدده مع الوقت. وكمان قلنا ان انا اهتم بالريكوجنيشن بتاعي. وفي الفيديو اللي فات اتكلمنا على to motivate you have to be motivated، واتكلمنا على to motivate you need to set goals. يبقى دول الاربع قوانين الاولانيه من قوانين ريتشارد داني. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن القانون الخامس، ان انت محتاج تتعرف على الاحتياجات بتاعه المتدربين او الطلبه بتوعك. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.